فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل المراد بذلك فقه الفروع أم فقه الأصول والتوحيد؟ لا شك الفقهين، فقه الأصول وفقه الفروع. الدين يشمل كل النوعين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.